انا وفضلك ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوه الا بالله وجودك وجودك الله يخليك ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله الله يبارك عمرك ويغنيكم وياك والله ما المحل انه ما زين هالرجال لا حول ولا قدر ابناء اهل لما يدخل انت الله يطول عمرك الله يرضى عليك وانتم ابناء عمومه الله الواحد يفتخر انكم تدخلون محلاته اقول والله هذا من اطيب الايام الله يطيب ايامك وعبد المحسن كله بركه اللي خلها الحواث الغانمه يجون عندنا انتم ابناء عمومتين غالين حتى لو تباعدنا بيننا وبينكم المسافات لكنكم تقديركم ومحبتكم عاليه والله يحييك مرحبا طول بعمرك كثر خيرك يسلمك مرحبا الله يحييك يا مرحبا الله يحييك يوم رايحين مسافرين وجي جا الفجر ولحنا تعبانين وابو خالد ما شاء الله ما يبغى ينزل عليه الله مجمله ومجمل افعاله هذا صمم لنا كفو ايه كفو ما شاء الله مهندس زياد وين هذا مهندس زياد هو اللي صمم لي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله اقول الله يبارك فيك ابشرك ابوه والله مو بعشان التصوير والله العظيم يا ابوه انا مو بصرم ونعم ونحن لاجا شان شهادتنا ان احنا في عصر جمعه لا من قلنا يا ابو خالد ولا زهمناه ولا ارسلنا رساله شان القبيله ارسل لي سواء شق خام يعني اللي تبي شق خام كفو مره كفو على ما قالوا الحين نسميه احنا شق خام والله من كل ما بغانا شيء قال شق خام يعني لا تقول 1000 2000 خليني ما احب الله يكثر خيرك الله يغني عليك والله كفو كفو كفو